بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم أحد العينات التي درستها في السابق في مكتبري. طبعا هذه أحد العينات التي درستها في السابق، مثل ما تلاحظون عبارة عن أحد النباتات التي تنمو في فصل الشتاء. طبعا هذه العينة عبارة عن عينة اكتشفت فيها نوع من أنواع الفطريات المتواجدة فيها، ودرستها واكتشفت أن هذه الفطريات مقاومة لأنواع كثيرة من المواد الأخرى اللي ممكن تكون لها مضادات حيوية. طبعا تم دراستها ابتداء بالمجاهر التشريحية، وطبعا مثل ما تلاحظون هنا ممكن تشوفون الطبقات العلوية للأنسجة التي تعيش فيها الفطريات. طبعا هذه العينة تم يعني تحللها مثل ما تلاحظون، وسبب تغير لونه يعني المادة الكيميائية هو ذوبان الأنسجة النباتية بسبب التليف النسيجي للأنسجة، أو بسبب تليف النبتة. وأنا أنصح الباحثين وعشاق دراسة علم الأمراض وعلم النباتات بدراسة علم الأمراض المتواجدة في النباتات، وتكثيف الجهود يعني ومعرفة أسباب خطورة هذا النبات وإيش المخلوقات المتواجدة فيها. طبعا فحصت العينة تحت مجاهر بيولوجية دقيقة جدا، تكبر أكثر من 7000 مرة. اكتشفت الميكروبات والطفيليات المتواجدة فيها مثل بكتيريا، فطريات، أنواع كثيرة من فصائل من الديدان. ممكن تشوف يعني أحادي الخلية، ميكروبات أخرى، يعني ممكن تشوف يعني فصائل كثيرة جدا من المخلوقات الدقيقة. ممكن تشوف فيروسات أيضا، لكن على حسب المجهر اللي أنت يعني عندك. ممكن إذا كان عندك مجهر يكبر 25,000 مرة، 30,000 مرة ممكن نشوف الفيروسات. وأنا أنصح الباحثين والدكاترة يعني والمتخصصين بدراسة علم الأمراض المتواجدة في النباتات والحيوان أيضا، لأنه ناقل للأمراض. وأيضا الحشرات ممكن تنقل الطفيليات للنباتات. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم عينات جديدة في المستقبل.